جيت هجمت عليها في اناسي. لا ما هجمتش عليا، بالعكس جات عندي والله بشحال هادي وحنا باغيين نتلاقاو. سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا انا يا في النهضه يا كبابا دي البيضة. هذا هو اناسي اللي محسوب عليه سهام اختي. المهم هذا هو قالك اناسي، انا جاتني بحال النهضه وما عرفت. المهم غدا انا وبابا عند سهام اختي ناخذ من عندها شي طباصل و غادي هي ترجع معانا. اليوم غتجي عندي صاحبتي من بعد وغادي تعرفوا شكون هي، واقيلا راكم قريتوا في العنوان شكون اللي غتجي عندي. المهم شوفي البنت هذا كتحسب على النهضه، كتحسب على النهضه هذا النجمه. صافي اختي شكرا. بابا انت ما عارفش، بابا قال لي هذا اناسي. لا حتى انا عارفه ما محسوبش على اناسي، قالك النجمه. ايوا صافي البنات قالت غتجي عندي، وكيف قلت لكم نهار نزلت المغرب صيفطت لي في انستغرام وشي شويه صيفطت لي في الواتساب وقالت لي سناء راه انا غادي نجي المغرب باش نتلاقاو. قلت لها الله يا ودي على راس العين، حنا ديما تنهضروا في التليفون ما عمرنا ما تلاقينا مباشره. ايوا بحكم كل واحد امتى كيهبط المغرب، ودابا هبطنا بحال بحال وغادي تجي عندي. كنرحب بها قالت لي غادي نجي عندك من ورا الغدا، وصافي غادي نعرض عليها الكوتي. غادي نمشي بعدا ناخذ المعنات وعاد غادي نمشيو ناخذ شي كرواسه من برا وشي حاجه. المهم وشي حاجه غادي نديروها في الدار طبيعه الحال انا وماما. وانتم كتشوفوا احنا غاديين عاد سهام واحد العقبه عندها. يا سلام باظت لك يا اختي سهام على هذاك هاد العقبه. قالت لي شوفي بلا ما نجي للدار ونرجع جيتي عندي، مع ما كنعرفش دارها، كنجي عندها ديما اما في الطوموبيل ديالها اما في الطوموبيل تراجلي وصافي. وحنا غاديين دابا قرب ليك بابا. بابا كيقول لي كنعت لي بصبعو هاد صبعو باقي ما وصلنا بيه. يلا او ناري على زلقه كتغلط، كانت غتزلقني جلفه الليمون والله هي حتى كانت غنجيب الرباح. المهم نتلاقى معكم عاد ملي نطلع عدي ان شاء الله. سلامه. يلا توقف شعلوا علينا الضو فين الضو؟ انا اللي كنت غنسرسر على الناس. حلي خلاص اختي راه الظلام. يلا سير. اه يا ربي اه يا مولانا السلطان لاباس. ها هي سيام. اهلا صافا بخير. ايوا انا جيت عندها حيدو الصبابط. المهم انا هنايا غادي ندخل مخبازه افلون هادي نتلاقى معكم بعد. يلا المهم جيت نشوف هنايا شي حلوى المهم هاد الشكل هادو. كاينه هادي اللي بالسيترون ما دابا حرت ما بين هادي ديال السيترون وهادي ديال الشكلاط. ياك كلشي كيحط هاد الشيء كحل نور ما كاينش مامن. المهم البنات شوفوا الحلاوي اللي عندهم زوينين، شوفوا هذا الشيء. ومن عندهم هما ناخذ كرواسه تاخذ كلشي من هنا ونقصي عليه راه غناخذ كلشي منهم. المهم هنايا غادي ناخذ من عندهم كرواسه، غادي ناخذ كلشي من هنايا. راه هي السيام كتصور يعني مخبزه الصراحه زوينه نقيه كتفتح الشهيه كتفتح. بنات انا جيت دابا
شي جبت داكشي اللي خاصني. الصراحه بغيت مكرون ما لقيتوش في هاد المخبزات هنايا. المهم انا تقديت غير شويه الفاكهه وخديت العصير هذا ديال الليمون نديرهم دابا في الثلاجه. خديت هذا ديال الليمون وديال المونغ وخديت واحد باكيت الفرماج صافي. هنايا راه كاينه الكرواسه اللي خديت قبيله والحلوه راه درتها في الثلاجه. دابا غادي ندوز نقاد هذا الشيء باش يبقى عليا مزيان حيت شي شويه خصني نعاون ماما في المسمن والبطبوط. غادي نصايبوه حتى هو. يلا نتلاقى معكم من بعد. المهم هنايا بدينا نديرو مخيمرات. ماما اللي غدير ليا مخيمرات، راكم عارفين مخيمرات ديال ماما لا يعلى عليهم. هنايا دابا كاينه كرواسه غنخليها مسدوده حتى يدخلوا، عاد غادي نستفها في طبيعي صلات. شوفوا صايبتها لي بحال ما هكا. بزاف الناس يقول لي كيجيك زوين هكا، مازال خصني مازال نحلو. صايبتو راسي، جاب معايا ديال بابيليس ديالي وصايبتو. صلحت هاد الكسيوه هادي اللي لبست، نتي شرات نطات الميكر ماشي هي اللي غنلبس. وصافي هادشي اللي كاين، وغادي نبقى نقلعها بحال ما هكا ساهل، نقدر ندير شي اكر خفيف معاها. مهم يلا عيط لصاحبتي وقالت لي شي شويه غادي نخرج ان شاء الله ونجيو، يا تكون جايه غتعيط لي. يلا نطلق البنات. ها هي صاحبتي قربة تجي، راه وصلت، راه مشات سيهام اللي تلقى ليها. صافي هنا يلا حطينا غير هذا الشيء، حطيناه في الطبله. حطيت هنايا شويه فاكهه. المهم من بعد غنبارطاجي معكم اشنو خديت في سميتو. المهم راه كيف قلت لكم سيامي مشات تجيبها، عيطت ليا دابا قالت لي انا كاينه، حطت الطوموبيل تاع الفوق ودابا سيام اختي غتمشي تجيبها من تما تجي ونخليها تسلم عليكم. يعني هانتوما البنات، هيا جات مريم. جيت هجمت عليها في اناسي؟ لا ما هجمتش عليا، بالعكس جات عندي والله بشحال هادي وحنا باغيين نتلاقاو. ما كتديش ما كيجيش الوقت، ديما كتهبطي ماشي في وقتي. يا انا كنزل في وقت، هي نازله في الصيف انا نازله في الشتاء. يا كل وحده نازله في شي غرب. والله لا جات عندي يوم ماماها، كنا فرحانه بهم والله، لان صاحبتي مريم وكنهضر معاها ديما. شحال هادي وانا يلا بديت عندي 200 سبسكرايبر، دويت معاك بقى تعقلي. يا ولا جيت عندك، انا جيت عندك قلت لها الصراحه شرفتينا، ما عمري ما شفت شي يوتيوبر زعما مغربيه وشرفتنا في هذيك الدول العربيه، وانت شرفتينا وبقينا. قلت لها اعطيني نمرتك وبقينا داوين. شحال باقي شحال عندك من واحد؟ قل من 100,000 وقال شي 40. كانت دات واحد الفيديو ديال كتجاوب على الانتقادات هي والزوج ديالها ديك الساعه، باقا ما داتش على الانتقادات. لا ماشي ما ديتش، ماشي ما ديتش، ولكن انتقام لشي حوايج اللي، لكن دابا ما بقيتيش كتجاوب. انا دابا صافي كان طلع لها الديم وكانوا جاوها شي انتقادات وهي ما تحملات داكشي وناضت كتجاوب هي وراجلها في واحد الطوموبيل. وقلت لها اللي جاي احلى بلا ما تبقاي تجاوبي.
والله لا لا عادي عادي. مي شكرا بزاف على دعمكم. وشوفي ضروري كيجي كما تيقولوا اب اند داون، في ناس تتبغي في ناس ما تتبغيكش، ماشي كلشي الناس غتبغينا، ولكن الانسان ملي تعرفك على طبيعتك تعرفك كيفاش دايره غير على شنو الايماج اللي هو خدا. الحمد لله احنا دابا مريم ظريفه، الناس اللي ما تعرفوش كنظن كلشي دابا تعرف مريم راه صافي دابا خليت بالضبط الناس اللي تعرفوني. دابا كلشي غيكون كيعرف مريم ظرافات الله يعمر ليها الدار، وديما تنهضروا في التليفون واحد الانسانه اللي هي طيبه وحق الله العظيم. يطول لي عمرك الله يبارك فيك. الله يحفظ لها بنيه فتاه، الله يحفظ لها بنيته حشمتها حشمتها. امين يحفظ لك بنيتك. وعلى فكره سناء في الواقع احلى كيفاش كيقولها. عرفتي انت وماجد انا حسيت براسي حشومه يطول لي عمرك الله يبارك. الوالده هي عندك الله يحفظها. المهم احنا وجدنا المحتوى الذي قلت على قد الحال قبلوا علينا هذا هو الاهم. جبنا الحلوة هذه ديال السيترون وحطينا العصيرات كيف كتشوفوا يحليو. هيا خالتي البنات، هيا ماما مريم يلا وريتها لكم. تطلقنا بنية كتلعب تمايا الله يعمر لها دار خالتي الله يحفظها لها يا ربي. سهام وماما ايوا حنا جالسين دابا كنحليو ياك نعرف صاحبتي عز على الحلاوه. البنات هذيك المغبزه اللي مشينا لها قبيله عندهم حلوه زوينه، عرفتي هذه ديال الحامض غزاله كيفاش دايره من الداخل، حتى المذاق ديالها زوين المذاق ديال الحامض. مريم باقي خاشيه وجهها في التليفون والله الا كانت الالهام السهام لا الهام شكون الهام ميزو ما تكون الهام جايه في الطريق ولا اختي بلاتي علاش تكبر اختي تكبرات الفاره غاتجي ولي الغاله شوفي كدفع لي بالخاتم دابا غاتقول وعطيتها كنوزع المخاد اللي عطوه لي في الصاله ودارو قلنا لا بارت ما في الارض والله الا داروا لها الدار هنايا صافي هنا غنعشوا طلعنا لها الدار الله يبارك غنعشوا عندكم مرحبا ايوا حنا باقي جالسين ما قصروش ما شاء الله داك الشيء عرفتي ملي كنا حسنا ما كلات والو تكذب ملي كنت تبي كتشوف عرفتي تكهمت طابله ما شاء الله عامره اش تاكل يا اختي كيف ما حالك بنتي طول لي عمرك اختي بصحتك ايوا حنا باقيين جالسين كنهضروا شويه. البنات صحتي هي غاده دابا ها هي كتقول سلامه مريم باي باي مريم كتشرب فيا هذاك الشيء مريم المهم كتسلم عليا على ماما وعلى اختي دابا وان شاء الله نعاودو نتلاقاو مره اخرى علاش لا ياك اختي يجيكم الخير والله يجيك الخير يجيك الخير الله يخلف عليك اختي حاجه صح لا شنو هكا فين صورتو لها في الزيت كبيتي وكبيتي الله يخلف عليك مسكينه بالدار الكبيره والله شكرا عزيز عليا مريم انا صحباتي علاش لا نكرهش نشوف كاع صحباتي اللي هنا في المغرب ولكن راه البعد الحمد لله البعد ايوا صافي البنات هما مشاو دابا دوزو معنا وقيته زوينه. لبنى اختي مع اول مره كتشوفها عجباتها بزاف. ايوا اش نقول لكم حنا باقيين جالسين ها هي سهام كنمشي بشويه حيت بنت لبنى اختي جالسه هنا ها هي كلي حلوه كليت لبنى كلي الحلوه كليت تبارك الله عليهم كانوا زعما دابا غادي مستوى الصراحه المهم حنا غادي دابا نجمعو الطويله نقدروا نسرحوا رجلينا عند خويا كاين شي برد حنا غادي نشوفو نقدروا نخرجوا نطلعوا عند خويا واحد شويه نروجوا عليه ونرجعوا نقدروا ثاني ما نخرجوش المهم انتم
هانتوما معانا اللي درناها راكم معانا. سلام بنات. المهم هنا غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم. وصلنا لنهايه لا فيديو. صافي لبست بيجامتي، غسلت وجهي، درت لي شي كريم ديال الليل. صافي وحنا جالسين دابا مع بعضياتنا، وهنا غنقول لكم تهلاو في ريوسكم مع فيديو جاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف. سلامه. شو هنا حكيت دير ليا كلشي.